فريق باستورز يتمنى لكم رمضان مبارك. أعلن مخرج الحصة ياسين محفوظ إيقاف برنامج كنوز العالم في منتصف وقت الحصة بعد الوحكة الصحية التي أصيبت بها كنزة مورسلي أدت إلى إغمائها على المباشر، مما سارع طاقم العمل لأخذها للمستشفى لتلقي العلاج. عليكم ليكيب، كما كنتو شفتوا هذا وين لايف تاع كنوز العالم المباشر تاع الفوازير حبس في النص لاسباب صحيه. كنزه كما نقولوا ان شاء الله سلامت راسها، ان شاء الله ما يكون غير خير. واكا صحيه، انا في طريقنا لاكلينيك ان شاء الله ما يكون غير خير. كاش ما يكون جديد ولا انا حنقول لكم ديريكت يوم. خليهم يختاروا حياتهم، يعيشوا سعادة بخذوا صلحولي. خليهم يختاروا حياتهم، يعيشوا سعادة بخذوا صلحولي. سمحوا لي كنترول، ممكن طلعوا فاصل لأنه ليش نحس روحي بيها. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.